الفقير تعبان لأنه ما عندوش فلوس، والغني تعبان بسبب الفلوس. واحد يقول لك أنا بسيب ربنا لأن اللي ماشيين معاه حياتهم كلها مشاكل، واللي بعيد عنه مستريحين آخر راحة. اوعى تفتكر كده أبدا. صدقني كل الناس اللي عايشين في العالم ليهم متاعبهم. يمكن احنا متاعبنا من أجل الله، لكن هم متاعبهم من أجل العالم. في حد ما عندوش متاعب؟ الفقير تعبان لأنه ما عندوش فلوس، والغني تعبان بسبب الفلوس. بسبب الفلوس. طب هات انت يعينوك رئيس مجلس إدارة شركة وتشوف هتعرف تنام الليل ولا مش هتعرف، وتقعد تفكر هتعمل ايه وايه المشاكل وايه النواحي المطلوبة منك، والنواحي الإدارية والنواحي المالية والنواحي التنظيمية، وإيه الأغلاط فلان وأغلاط فلان، وتلاقي عقلك ارتبك. ما فيش حد في الدنيا ما عندوش مشاكل، بس في إنسان مشاكله من أجل الله وبياخد عليها أجر، وواحد مشاكله من أجل العالم وما بياخدش عليها غير وجع الدماغ. حاول إنك تقنع ربنا بإن تخدع نفسك بأن الحياة مع ربنا كويسة ليك. الحياة مع ربنا كويسة ليك، وإن وصايا ربنا مهما كانت صعبة أنت تقدر عليها، وإن الطريق الضيق اللي قال عليه ربنا ضيق في أوله، وكل ما تمشي تجد فيه لذة وتجد فيه رحابة وتجد فيه معونة، وتجد الوصية صعبة لكن ربنا مقدرك عليها، والوصية تبدو صعبة وفي نعمة معاك وفي الروح القدس معاك وفي الملائكة معاك وفي صلوات القديسين معاك وصلوات الكنيسة معاك والحكاية ماشية تمام. وبعدين كل ما تمشي شوية مع ربنا تجد لذة في الحياة مع الله. اللذة دي جايز ما تجدهاش في الأول، تضغط على نفسك شوية وبعدين تجد لذة. ربنا يحب انك تضغط على نفسك شوية عشان تثبت ان نيتك سليمة وانك بتحبه وانك مستعد تتعب من اجله. بعد كده يقول لك كفاية عليك وانا همسكك في ايدك واقودك كده لغاية اخر الطريق. ما تخافش ابدا من الطريق مع ربنا. ناس كتير بيهربوا من ربنا من اجل شهوات في انفسهم أو رغبات في أنفسهم تعباهم، مش قادرين يعمل ميزان كده، ربنا في كفة وشهوته ورغبته في كفة، فالطب كفة شهواته وربنا ما يكونش ليه الثقل في حياته أبدا. لازم تتدرب على إنك تحب ربنا أكتر من أي حاجة.